هنبدأ النهاردة أول درس سنة ثالثة ابتدائي الترم الثاني. هنبدأ مع بعض الترم الثاني. تعالوا بقى نشوف أول درس الترم الثاني بيتكلم عن إيه. تعالوا نشوف أول درس في الترم الثاني بيتكلم عن إيه. نجيب صفحة 17. الدرس الاولاني تعالوا نقرا، تعالوا نشوف العلم، شكل العلم، العلم اللي عندنا ده. اول علم ده علم مين؟ علم مصر. مصر يعني ايه؟ ايجيبت. تعالوا بقى نعمل علم مصر كده. خلاص كده يبقى دوت علم مين؟ علم مصر. مصر يعني ايه؟ ايجيبت. لا مش شرط ترسمه، بتعرفوا الشكل، بتعرفوا الشكل. خلاص كده يبقى علم مصر، مصر يعني ايجيبت. تعال نشوف علم الصين. ده علم مين؟ علم الصين. الصين يعني تشاينا. تشاينا تشاينا يعني الصين. تشاينا يعني الصين. يبقى ده علم مين اللي في البوم ده؟ علم تشاينا. عايزه ان شاء الله المره الجايه كل واحده تعملي علم بورق كرتون. تمام. ده علم مين؟ علم فرنسا. فرنسا يعني فرانس. فرانس يعني فرنسا. يبقى خدنا ايجيبت تشاينا فرانس. ايجيبت تشاينا فرانس. اخر حاجه علم امريكا. دوت علم امريكا. كده تمام؟ يلا معايا الاول كده انتوا بتكتبوا ايه؟ هم مكتوبين عندكم في الكتاب. موجودين عندكم في الكتاب. يلا ها. ايجيبت. 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 تشاينا. تشاينا. فرانس. فرانس. امريكا. امريكا. ايجيبت. China. China. France. France. America. America. مصر يعني ايه؟ Egypt. Egypt. فرنسا يعني ايه؟ Egypt. برضو فرنسا يعني Egypt؟ لا فرنسا يعني ايه؟ France. الصين يعني ايه؟ China. China. China.
امريكا يعني ايه؟ امريكا. امريكا ها. ايجيبت. ايجيبت. تشاينا. تشاينا. فرانس. فرانس. امريكا. امريكا. بس كده. عايزه اسال حد اقول له انت منين؟ هسال حد اقول له انت منين ازاي؟ Where are you from? Where are you from? انت منين؟ ها. Where are you from? ها. Where are you from? هتقول له ايه؟ امريكا ايجيبت تشاينا تشاينا فرانس
كل واحد ورقه، واللي هي اللي معاه ورقه السؤال هيسال، واللي معاه ورقه الاجابه هيجاوب. تمام كده؟ انت لسه عملنا حاجه، ارفعي ايدك وخلاص. لا هتلعب. انا سؤال وإجابة كل واحد وحظه. انا هقفل الورق اهو، واتنين هيجوا لي. مين غرام ونادين؟ غرام ونادين. كل واحدة الورقة اللي معاها لو هي معاها سؤال هتسأل الثانية، لو هي معاها إجابة الثانية هتجاوب. يعني اللي معاها سؤال هتسأل واللي معاها إجابة هيجاوب. أنا مش عاملة، أنا كاتبة I am from. أنتوا هتختاروا البلد. مين هي اللي باينة بس؟ نعم مش مشكلة. اللي معاها اللي أنا كاتبة I am from، اللي معاها الإجابة هتكتب، هتقول أي بلد. عايزة تقول I am from Egypt، I am from France، I am from أي أي حاجة. خلاص كده؟ نخبط الورق. لا مين اللي معاه السؤال؟ ليبي. ليبي. ها مين اللي معاه السؤال؟ نادين اللي معاه السؤال. اقرا. وير ار يو فروم؟ فروم فروم ايجيبت. برافو افولا. ام فروم ايجيبت. يلا ندى وريم، يا ترى مين اللي معاه السؤال ومين اللي معاه الإجابة؟ ها مين اللي معاه السؤال؟ ريم. يا ريم السؤال. Where are you from? I am from America. I am from America. سقف فل. ها تعال وتعال يلا. ها مين اللي معاه السؤال؟ تعالوا هنا عشان تبان. ها مين اللي معاه السؤال؟ Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? الإجابة معاكي. I am from. اختاري أي بلد. I am from Egypt. اسمها Egypt. I am from Egypt. سقفوله. يلا تعالي. سؤال وإجابة. ها يلا. Where are you from? I am from America. يا من أمريكا مرة واحدة كده؟ ما يسقفوله. يلا السؤال من تاني. Where are you from? النهارده الحصه الجايه واحده معاها سؤال واحده معاها اجابه وتسال وترد على الثانيه.
كل واحد سؤال وكل واحد يجاوب. انا كل اثنين يتفقوا مع بعض. خلاص كده؟ كل اثنين مع بعض. هنعمل ورقة واحد سؤال واحد اجابة. خلاص كده؟ ها. كده خلصنا؟ نفهم الأول؟ نفهم الأول؟ اه ماشي مفيش مشكلة. طيب هناخد بس كمان بعض الكلمات. يبقى احنا كده اللي علينا حفظ كلمة ايجيبت، كلمة تشاينا، كلمة فرانس، كلمة امريكا. وازاي اسأل سؤال؟ وازاي اسأل سؤال؟ وير ار يو فروم؟ هعمل لكم امتحان صغير. انا قوي وير نكتب يا مس. الناقص هنا ايه؟ انا مس فروم. انا اكتب ها. انا مس هنا ايه؟ هنا ايه؟ وير ار يو فروم. طب هنا ناقص لي ايه؟ ال ابوستروفي ام اللي هي اي ام. اي ام ابوستروفي ام. اي ام فروم ايجيبت. بتجي لي كده بقى في النقطة. يشيل لي كلمة منهم وانا اكمل. خلاص كده؟ طيب يا ناس هنا ناقص ايه؟ لا لا مش هنا الاول. وهنا ايه؟ ها وير وير ار يو فروم. هنا اي ام فروم فروم. نعرف نكمل الناقص في الجمله. خلاص كده؟ وير ار يو فروم؟ from Egypt. We كلنا بقى we are from Egypt. هتكلمي عن نفسك انت هتقولي I am from Egypt. طب هنتكلم احنا طبعا كلنا مصريين يبقى ايه؟ we are from Egypt. We are from Egypt. يبقى الحفظ اللي علينا زي ما احنا قلنا هزودلكم بعض الكلمات بسيطة. كلمة حاجات بسيطة سهلة. كلمة فلافل يعني ايه؟ طعمية. طعمية. فلافل فلافل مش بتتفرج على قبل وقريب. اه فلافل. ليه بتتفرج على عندي الدس؟ ايه؟ لا مش وقت. فلافل وهناخد معاها دريس يعني فستان. لان ايه الكلمات اللي هتتسمع؟ كلمة دريس يعني فستان. الكلمات اللي معاها عليها ستوب. الكلمات اللي عليها دايرة هي اللي هتتسمع. ماشي. بعد اسمك يا بس. بعد. بعد اذنك يعني اروح يعني ولا اعمل ايه؟ نورتي والله. انا نوري بس برضو. نوري بس. طب انا مش تنور. نوري بس خلاص مش هنعرف نحل الواجب. مافيا كلمة بس. نوري اللي معمولها على طول دايره بس. امريكا فرانس فلافل دريس موين مقن. بص يا بلد ماما مش شايف. ماما قومي اتحركي. اللي مش شايف يقوم يتحرك. ماما انا شفت وخلاص. خلاص دول زايدين على بعض. عليهم دايره اللي هيتسمعوا ننقلهم في الكراسه وهنكتبهم وننزل بيهم. اوكي ليه يعني ليه كده تعزمينا؟ يلا يلا معايا يلا معايا. ايجيبت تشاينا تشاينا فرانس فرانس امريكا امريكا فلافل فلافل دريس دريس مافن مافن. خلاص كده تعالوا نعلم عليهم في الكتاب اهم. مش عايز ننقلهم ننقلهم من الكتاب اهي. بصوا ايجيبت تشاينا فرانس امريكا دريس فلافل مافن. مش هكتبهم اللي انا علمت عليهم. مش هكتبهم هتكتبهم في البيت. هنكتبهم في البيت وننزل بيهم. انا هكتبهم في البيت. هنكتبهم في البيت وننزل بيهم. الفلافل دي تمام. يلا استنوا بس بقى اروح. Hello, where are you from? I am from Egypt. Bravo. Hello, Nadine. Hello, Miss.
Where are you from? I am from Egypt. Okay. Hello, Haram. Hello, miss. Where are you from? I am from Egypt. Okay. Hello, Habiba. Hello, miss. Where are you from? I am from Egypt. Okay. Fatima. Where are you from, Fatima? I am from Egypt. Okay. Malak, where are you from? I am from Habiba, Azdi. I am from Egypt. خلاص. We are from Egypt. Ha. We are from Egypt. كلنا منين؟ من مصر. We are from Egypt. Where are you from? I am from Egypt. Okay.